ما بتردش، تليفونها مقفول. وريوشي للراجل ازاي؟ اتكلم معاه في ايه؟ ما تقولش لخالد، الواد خالد مجنون وممكن يعمل في اختك حاجه. اقول قولي يا امي، دي حاجه تتقال. لا لا انا هقوم اروح لها. يام يام كويس انك جيتي يا مقصوفة الرعب، انا كنت رايحالك دلوقتي حالا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ طلعتينا وحرتينا وصغرتينا. ايه يابا اللي بتقولي ده فيه؟ ياما صوتك ياما، الجيران عايز يسمعوا. اللي يسمع يسمع. بالراحه بس، انا مش فاهمه حاجه. بالراحه في ايه؟ مش فاهمه حاجه؟ جوزك يا اختي كان هنا وقال لي على كل حاجه. اصبري ياما اصبري. بصي يا بنت انتي، انا عمري ما مديت ايدي عليكي، لكن اقسم بالله انا هعملها دلوقتي حالا. انا عايزه افهم دلوقتي حالا ايه اللي قالوا عايزه تطلعوا من ده. اي حاجه عايزه تتفهم تعالي هنا. تعالي قولي لي، انت خايفه من ايه يا اسماء؟ خايفه من ايه يا بنت؟ انت في حد يا بنت لمسك قبل كده وسطاي؟ خايفه تفكري فيا كده؟ عايزاني افكر فيكي ازاي بعد اللي جوزك قاله؟ ها، والراجل ساتر عليكي وصابر وساكت المده دي كلها، وانت المده دي كلها بتضحكي علينا. انت يطلع منك ده كله يا اسماء؟ ايوه، عشان مش هخلي حد مش عايزه يلمسني. قلت لكم مليون الف مره مش عايزه الجوازه دي. يا سلام، ولما انت مش عايزه الجوازه دي اتجوزتيها ليه؟ وبعدين خايفه من الجوازه ليه يا اختي؟ ها؟ يا بنت قولي لي، حد لمسك قبل الجواز؟ يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي. انت مش عارفه اسماء، مش عارفه بنتي. يبقى تقولي كلام يخش العقل. يبقى انتوا دلوقتي تكشفوا عليا عشان تطمنوا على شرفكم، لكن بعد كده اقسم بالله ما انا قاعده لكم فيها ومش عايزه حد فيكم يكلمني. طب انت عملت كده ليه؟ ليه؟ عشان انا مش حيوانة. انا مش حيوانة يا يما. انتوا اللي اجبرتوني على الجوازه دي وخليتوني اوافق غصب عني. غصب عنك؟ ايوه غصب عني. كفايه بقى حرام عليكم، كفايه انا عايشه مع بني ادم مش طايقه اشوف وشه ومش طايقه اشم ريحته من اول يوم شفته فيه. نصيب، ده اسمه نصيب. ونصيبك جه كده. النصيب ده كلمة بنضحك بيها على نفسنا، النصيب ده اختيارنا، وانت اللي رميتيني الرمية دي، انت اللي رميتيني الرمية دي يامّا. أنا عايزة الرمية تحمل عليك وعايزين تخلصوا مني. يا بنتي يا بنتي، أنا كنت عايزة أفرح بيكي، والله كنت عايزة أفرح بيكي. فرحت يامّا؟ فرحت لما موتتيني من الحياة؟ فرحت لما كسرتيني؟ بنتك كانت بتنام كل يوم مرعوبة، عارفة يعني إيه مرعوبة؟ مرعوبة يخش عليا ويجبرني على حاجة أنا مش عايزاها. وأنتوا مش حاسين بأي حاجة، قاعدين ومبسوطين وكل حاجة. ما قلتيش لأمك أو ليا أنا ليه؟ كنت هتقولي إيه؟ كنت هتقولي معلش يا أسماء، استحملي يا أسماء، ده نصيب. زي ما دلوقتي بتقولي ده نصيبك. أنتوا مش هتفهموني ولا عمري هفهمكم. لا لا، أنا بقى أنا الوحيدة اللي فاهمة أنت عملتي كده ليه يا أسماء. كويس يا أما أنك عارفة. موضوع عايزه ده انتهى خلاص، مش هتكلم فيه تاني ولا عايزه حد يكلمني فيه تاني الا ورحمه ابويا. ورحمه ابويا موت نفسي يابا، موت نفسي ورايحه كل يوم حاطينك عليا. يابا ادي 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 يا امي، ما تعمليش في نفسك كده. اهدى ازاي انت مش شايف فقدك؟ البنت هتموتني. في ايه ياما مالك؟ في ايه يا عصمان؟ ايه مش هتتكلموا غير قدام المحامي بتاعك ولا ايه؟ ما ترد عليا يا جدعان. مفيش حاجه يا خالد، امك متخانقه مع اختك وانا عايزك معايا في مشوار. مشوار ايه يا جدع؟ امك متخانقه مع اختك، نصالحهم على بعض. وبعدين اسماء اختك بقالي اسبوع ما شفتهاش، اسلم عليها. طه هتشوفها بس لما نرجع. تعالى تعالى بقى، عايزك في مشوار. مشوار ايه يا جدع؟ انتوا عيله وش ولا ايه؟ يلا بس هفهمك. راح بالراحه.